صباح الخير أو مساء الخير، وحشتوني وأنا اتأخرت عليكم شوية، معلش عشان كنت مشغولة شوية زيادة. النهاردة هعلمكم بقية الأغنية أو السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، وهعلمكم الكوردز اللي هي الإيد الشمال بتاعتها. يعني ايه كورد؟ كورد يعني اكتر من نغمة هيتعزفوا في وقت واحد، اللي هو هيكونوا نغمتين مكتوبين فوق بعض. فانا عندي هنا، انا كاتبالكو دلوقتي في الايد الشمال اللي هو في مفتاح فا دو مي صاد فوق بعض. يبقى انا هعمل ايه؟ هعزفهم مع بعض في نفس الوقت. هبص الاقي هنا مكتوب الدو بنمرة 5، المي بنمرة 3، والصال بنمرة 1. يبقى انا هحط نمرة 5 في الدو، نمرة 3 في المي، ونمرة 1 في الصال، واروح نازل عليهم التلاتة في نفس الوقت. يبقى ده الكورد. اوكي، مرة تانية، الدو بخمسة، المي بتلاتة، الصال بواحد، واروح عازف كلهم مع بعض في نفس الوقت. اوكي، انا عندي هنا في السيمفونية التاسعة او الجزء اللي انا علمته لكم سهلة قوي، لأن من أول مزورة لقبل الأخيرة أنا عندي نفس الكورد دو مي صال، هو كل الوقت دو مي صال 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 دو مي صال. هنا الاختلاف الوحيد في آخر مزورة، هروح على ري فا لا، وهرجع على دو مي صاد. اوكي، ري فا لا هيبقوا بنمرة 4 الري، بنمرة 2 الفا، بنمرة 1 اللا. ري فا لا، وهرجع على دو مي صال بخمسة وتلاتة وواحد زي البداية. اوكي، طيب يبقى انا اول كورد عندي دو مي صال، تاني مزورة دو مي صال، تالت مزورة دو مي صال، رابع مزورة دو مي صال، خامس مزورة دو مي صال، سادس مزورة دو مي صال، سابع مزورة دو مي صال. هاجي بقى على تامن مزورة، ري باربعة، فا باتنين، واللا بواحد، وهنزل كلهم مع بعض، وهرجع دو مي صال بخمسة وتلاتة وواحد. اوكي، اوكي تمام. دلوقتي انا عايز اعزف اليمين والشمال. قبل ما اعزف اليمين والشمال لازم اجرب كتير قوي الايد الشمال لوحدها لما اتعلمناها النهاردة، واعزف الايد اليمين. اكيد انتوا عرفتوا الايد اليمين كويس لان بقالنا كتير واخدها. اوكي، طيب دلوقتي هعزفهم ازاي؟ انا هعلمكم ازاي امتى هنزل بالكورد مع اول نوتة في كل مزورة. يعني هنا مع المي هنزل، هنا مع الصول هنزل، هنا مع الدو هنزل بالكورد اللي هو في الايد الشمال، هنا هنزل مع المي، اوكي، هنا هنزل برضو مع المي، هنا هنزل مع الصاد، وهنا هنزل مع الدو، وهنا
الكورد الجديد اللي عندنا هنزله مع الري وهرجع تاني مع الدو، وفي الاخر بعد اتنين صح؟ يبقى انا هنا في كل كورد انا بستنى اربعة، يبقى ما بشيلش ايدي صح؟ لان دي اتنين تلاتة اربعة، اتنين اعزفها واتنين تلاتة اربعة اعزفها، اتنين 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 تلاتة اربعة، وبعدين اعزفها اتنين اعزفها اتنين. اوكي طيب انا دلوقتي هعزفها لكم بالاتنين. اوكي بس انا عايزاكم تجربوا كتير بايد واحده في الاول. ناو اهي محتاجين تتدربوا عليه. بس تاني هقول لكم اجرب كل ايد لوحدها الاول كتير قوي، وبعد كده احاول اعزفهم مع بعض. اتفقنا؟ يلا هسيبكم على خير واشوفكم قريب، مش هتأخر عليكم تاني قوي كده. اتفقنا؟ ياريت تعملوا اشتراك في القناة، اللي هو تعملوا سبسكرايب